السلام عليكم. صفاء جعفري، فنانة تشكيلية من ولاية تجرت، مشاركة في هذه الطبعة، الطبعة 24 للصالون الدولي للصناعة التقليدية تحت رعاية وزارة السياحة والصناعة التقليدية في ديوان رياض الفتح من 17 جوان إلى 24 جوان. كانت طبعة مميزة هذه الطبعة لأنها كانت على الفضاء، يعني أحسن طبعة، ما نقولش أحسن، يعني جميلة جدا لأنها كانت على الهواء الطلق. والزوار الحمد لله هم يتوافدون وخاصة في المساء. صفاء فنانة تشكيلية تمارس لوحاتها على كل أنواع وعلى المواد، منها من الخشب، الورق، القماش، الزجاج، بتقنيات متنوعة من تقنية الألوان الأكريليك، الألوان الزيتية، ألوان ترابية، أيضا ألوان الترميل، عجينة الأكريليك، المواد كما قلت لكم الزجاج والخشب إلى آخره. مشاركة في عدة صالونات وطنية ودولية. آخر دولة اللي كانت معنا في شهر جانفي 2023 هي دولة ميلانو إيطاليا، وفيها دول أخرى. يعني دخلت فيها في الإبداع، هي تقنية تحويل القماش إلى الجلد، راهي موجودة اللوحة هذيك، تقنية القماش إلى الجلد، هذا اللي دارت أحسن منتوج، لأن فيه مسابقة في هذه الطبعة، مسابقة أحسن منتوج، راح نشارك بهذه اللوحة إن شاء الله. طبعة جميلة الحمد لله، إن شاء الله تكون أيضا في فضاء واحد آخر كما تشوفوا هنا معنا. هذه اللوحة هذه راهي الماتيريال الخشب، والورقة راهي موجودة مصنوعة بالورق مادة القهوة، مادة القهوة. وعندي المداد، احنا عندنا حجرة طبيعية موجودة في الجنوب هي اسمها السمق المداد، نعملوا عملية الهرس يعطيني لون، اللون المداد راهو هنايا، وعند اللون الداكن هذا هو كله راهو مداد، احنا نكتبوه في المسجد السمق نسموه. وعندي هنا كما تشوف هنا القهوة والتاكل في اللون الداكن. أما هذا الغلياف اللي هو خارج هي بعض القطع من أوراق التنظيف، لاني نعمل كثير جدا بورق التنظيف ياس، يعني نعمل رسكه في هذه اللوحه الجميله التي هي عمليه تدوير لمناديل اليد، يعني مناديل اليد تدويرها نخرج هذه الازهار كما راكم تشوفوا، ايضا راهي على الخشب. وشكرا.